وانت بتتمشى كده في شوارع وسط البلد هتقابل في شارع محمد فريد حاجه كده فريده زي المربع معموله من الحديد او النحاس مكتوب عليها خزينه ليليه. والحقيقه ان الخزينه الليليه اللي بنتكلم عنها هي اول تطبيق لفكره الاي تي ام وكان في مصر. زمان كانت البنوك بتشتغل في الصباح فقط، صباح قوي يعني، وكان في عملاء كتير بيحتاجوا يعملوا ايداع ليلي ومش بيكون متاح ان هم ياجلوها للصبح. فابتكر طلعت باشا حرب فكره الخزينه الليليه لحل مشكله عملاء الليل، وبالفعل تم تصنيعها في لندن ولكنها كانت للايداع فقط مش بتتيح السحب. البنك كان بيسلم العملاء كلهم مفتاح للخزينه الليليه، والعميل كان بيحط الفلوس اللي عايز يقوم بايداعها في حسابه في ظرف ويكتب عليه من بره اسمه ورقم حسابه ويحط الظرف في الخزينه الليليه، ويدخل الظرف بعدها في اسطوانه متوصله بالخزينه اللي جوه البنك، والموظفين لما يجوا الصبح يفتحوا بقى الخزنه ويعملوا ايداع للمبالغ اللي جوه الاظرف في حسابات العملاء. امانه